رغم تتالي السنوات التي عقبت أحداث بن قردان الملحمة التي انتهت بسحق المجموعة الإرهابية التي خططت لإقامة إمارة لها داخل التراب التونسي، فإن العودة إلى تفاصيل المواجهة لاستخلاص الدروس والعبر وللتمعن في الخلفيات والمسببات تبقى ضرورة تفرضها التحولات الدولية والإقليمية القائمة. عملية الهجوم كان فيها خليط ومورط بين إرهابيين وبعض المهربين، أيضا فتحت الأعين على الضعف الكبير الاقتصادي الكبير في منطقة بن قردان، يعني هنا العامل التنموي كان هاما. ولا يمكن أن نخوض في أحداث ملحمة بن قردان دون تنزيلها في سياقات سياسية وأمنية داخلية وخارجية تميزت وقتها بتطور عمليات تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وهشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية في تونس. أولا هي جاءت في هذه الظرفية رد فعل على عملية صبراتة، وثانيا جاءت بعد عملية متحف بارد وعملية سوسة، أي جاءت في الوقت الذي كان الإرهاب يضرب بقوة في البلاد التونسية، وجاءت وهذا يجب أن لا ننساه وقد بدأت تفتح الملفات الآن، جاءت في فترة أيضا تكاثرت فيها عملية التسفير. ويؤكد علي العلاني الأكاديمي والباحث في قضايا التطرف الديني أن عملية بن قردان وما لحقها من أبحاث وتحقيقات واستعلامات وعمليات ملاحقة وتمشيط واشتباك مع فلول هذه الجماعات المسلحة مكن من إثراء قاعدة بيانات الجهات الأمنية. تمكن الأمن والجيش من الحصول على الكثير من المعطيات ومن المعلومات حول هذه الشبكات الإرهابية، وهذا فيه جانب إيجابي بدليل أنه بعد ذلك بدأت تنقص، صحيح بقيت العمليات الإرهابية ولكن بدأت تنقص. شبكة واسعة ضمت عناصر تونسية وأخرى أجنبية اندست في المدينة المعروفة بتنامي نشاطها الاقتصادي القائم أساسا على المبادلات التجارية مع ليبيا. أولى الإدانات في حقها صدرت في السادس من مارس من السنة الماضية وشملت 96 متهما تراوحت أحكامهم بين الإعدام والسجن مدى الحياة ولفترات تراوحت بين 30 و20 عاما. والسؤال الجوهري الذي يطرح اليوم، ماذا أعددنا لهذه المجموعات بعد انتهاء مدة العقوبة؟ يعني ما نسميه بتأهيل مساجين الإرهاب هذا لحد الآن لم نبت فيه نظرا للخلافات التي كانت داخل الطبقة السياسية. أعتقد أن الرئيس قيس سعيد والسلطة السياسية الحالية بعد الانتخابات الأخيرة في 2023 يجب أن تضع أمام أعينها مجموعة من الشروط مكافحة الإرهاب ولتقليص ظاهرة الإرهاب، شروط تعتمد أساسا حسب علي العلاني على وضع مخطط تنموي جديد يضع صلب أولوياته المناطق المهمشة، هذا إلى جانب إصلاحات في التعليم والخطاب الديني وفي المرفق القضائي قصد التسريع في البت في مثل هذه القضايا بالغة الخطورة.